بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده بلقياكم من جديد متابعي قناه زين بالمغير. كنتمنى تكونوا اخواتي بخير وعلى خير، وكنتمنى تكون اموركم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي تكون حلوتنا. وصفتنا عباره عن واحد الحلوه اللي هي اقتصاديه، غادي نخرجوا منها شكيلات متنوعه، فكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما تشتركوا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. بالنسبه للاخوات غير واحد الملاحظه، اخوات اللي كيطلبوا يعني حلويات، فانا يعني كاين مجموعه ديال الحلويات في القناه، ما عليكم اخواتي الا تدخلوا القناه زينب المغير وغادي تديروا فواحد الخانه ديال الريسيرش حلويات العيد ولا حلويات، فغادي يخرج لكم مجموعه ديال الحلويات. وطبيعي الحال الحلوه اللي ما لقيتوهاش كاينه في القناه، فما عليكم الا تخليوا واحد التعليق تحت هذا الفيديو هذا، وان شاء الله باذن الله وقوتي اي حلوه بغيتوها سواء كانت غاليه ولا رخيصه. انا بزاف الاخوات كيتشكاو كيقول لي كديري اللوز وكديري هاد بزاف ديال المسائل في الحلوه ديالك. حنا كنبغوا نبداو الطلبات ديال جميع الاخوات، كنبغوا نديروا حلويات اقتصاديه عفوا، ومن بعد كنبغوا نديروا حلويات اللي هي راقيه وتحمر لنا وجهنا قدام ديالك. اليوم ان شاء الله نطرح لكم واحد وزتيه سوا اقتصادي ما فيش بزاف المكونات، ولكن ما غنشكلوا المشكلات اللي هي راقيه. فكنتمنى الحلقه تعجبكم، وبحال ديما نوصيكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهاد الدوزات هذه غنحتاجوا ليها على بركه الله 250 غرام ديال الزبده. استعملوا اي نوع ديال الزبده عندكم، سواء ديال العلبه او العبار او المارغرين، يعني استعملوا اللي كان. عندنا جوج كيسان مع مايش ديال الزيت. الكاس باش غادي نعبروه هو الكاس ديال الياغورت، لان انا غادي نستعمل واحد الياغورت طبيعي بدون سكر هنايا، يعني غادي نعبروه بهذا الكاس. غادي نديرو جوج كيسان مع مايش ديال العلبه ديال الياغورت ديال الزيت، جوج كيسان ديال السكر كلاصي، عندنا علبه ديال الياغورت، عندنا سكر فاني، عندنا قشره حامضه، قبيصه ديال الملحه، والدقيق حسب الخليط. هاد الحلوه هادي كيف ما غتلاحظوا معايا ما فيهاش الخميره وما فيهاش البيض. ندوزو على بركه الله الطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها تتخدم مزيان الزبده، حاولوا تكون الزبده بحراره الغرفه. غادي نخدموها مع السكر والزيت حتى تولي لنا بحال الشكل ديال الكريمه. هنا كتلاحظوا كنخدموا الزبده مزيان مع دوك المكونات اللي عندنا مع الزيت والسكر، يعني ضروري من هاد العمليه هادي. غادي نضيفوا دابا العلبه ديال الياغورت اللي عندنا، الياغورت بطبيعه الحال من وزن 120 غرام، 110 غرام 110. غادي نضيفو هنا، نضيفو قبيصة ديال الملح، نرشها رشاق صغيرة ديال الملحة، قشور الحامض، صافي. غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، كتكون بحال العجينة ديال الصابلي، ما كندلكوها ما والو، ما تكون بين وبين ما خفيفة ما قاصحة. الدقيق يكون مغربل بطبيعة الحال. هنا كيف قلنا كنحاولوا غير نجمعوها ما كندلكوها ما والو، غادي نحاولوا نخليوها ترتاح غير واحد شويه، واحد 15 دقيقه باش ندوزو نوجدو باش غادي نزينو هاد الحلوه هادي. هنا بالنسبه للشكل الاول فتناخذوا هاد الطابع هذا بوعو على شكل ورده، تنحاولوا ندوزوه في الدقيق، تنشكلوا من العجينه كريات كيف ما تتشوفوا، وتنحاولوا اننا نبركوا عليه من بعد ما ندوزوه طبيعه الحال في الطحين، تنسلسوه وتنحاولوا ندوزوه نطبعوا به الحلوه ديالنا. بالنسبه للشكل الثاني فتنحاولوا ندوزوهم في ابيض البيض، تنديروا كريات كندوزوهم في ابيض البيض، وكندوزو شويه ديال الكاوكاو اللي تيكون مهرمش بهذه الطريقه هذه. حتى كيتلبسوا كلهم بكاوكاو. هنا من بعد ما شكلنا هذه الحلوه ديالنا دوزناها في ابيض بيض ابيض البيض، وكذلك دوزناها في كاوكاو او الفول السوداني مهرمش، تنحاولوا نوضعوا فيها واحد الثقب الوسط بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، يعني كنثقبوها من الوسط. غادي ندخلوها للفران يكون مسخن من قبل، ملي ندخلوها كطيب على 160 درجة، عافية تكون مهيلة، ردوا معها البال ما كتاخذش بزاف الطياب، لا هي ولا بالنسبة لباقي الأشكال، نفس الشيء. ملي نخرجهم غادي نحاولوا على بركة الله نزينوهم على حسب الرغبة. بالنسبة للزين تنجيبو واحد كناخد واحد 100 غرام ديال لا كونفيتور اللي كتكون خاصة بالحلويات تكون جارية،
وكناخذوا 50 غرام ديال الكليكوز تنديروهم فوق النار حتى يغلاو. من بعد ما تيغلاو تنحاولوا نعمروا بهم. انا زينت بهم كيف ما كتشوفوا هادو. من بعد ما كنزينوا بهم هادو تناخذوا ما اللي تبقى داك الشيء اللي شاط لينا تنضيفوا ليه اما كاوكاو اولا لوز مهرمش على حسب اللي بغيتو، غير هو يكون منقي اما كاوكاو اما لوز. وتنحاولوا بالنسبه لهذاك الشكل الاول، انا هذيك الحفيره جاتني صغيره شويه في هذاك الطابع، حاولت نبرك عليها شويه بصبعي باش نقدر نعمرها بهذا الشكل هذا. غادي نوضعوا شويه هنايا الوسط، هذا تيجي فيه اللوز، انا درت هنا اللوز، والاخر تيجي فيه المربع عادي لانه فيه كاوكاو. وبالنسبه لواحد الشكل شاطليا يعني العجينه اللي شاط، غادي نوريكم انا شكلت بها هذه الصابلي، وغادي نقصهم في الشكلاط، غادي نلصقهم بنسلي اولا الحليب مركز المحلى، غادي نلصقهم بهم وغادي نبوشيهم في الشكلاط، كنخليهم سوا كينشفوا وكنزوقهم حسب الرغبه ونقدموا البلاطو ديالنا. الحلوه ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا هذا الشكل اللي درناه، لاحظتوا معايا كيفاش تو كنزوقنا، قلنا كناخذ واحد 100 غرام ديال الكونفيتور، يعني واحد الا خديتوا كاس ديال الكونفيتور خذ واحد جوج معالق كبار ديال الكليكوز، حاولوا ديروهم فوق تغليوهم فوق النار. اللي ما عندوش الكليكوز ياخذ واحد جوج معالق ديال السكر كلاصي يغليه مع المربى باش يجيهم قابط، حتى في لي صابلي وداك الشيء ضروري ما يتغلى المربى باش يجيكم قابط، ما تيتهرق ما والو، تيبقى كيف ما تديروه تيبقى. قلنا كاس ديال الكوفيتير مع جوج معالق ديال السكر كلاصي ولا جوج معالق ديال الناباج اولا الكليكوز يعني اللي متوفر. هذا لصقته بلا كونفيتور، هذيك نيت اللي غليت ودرنا ليه شويه من هذه الحشوه هذه، سيقته زينته بشويه ديال الخطوط ديال الشوكولا بيضاء، ودرنا ليه شويه ديال الكوك هنايا كيف ما كتلاحظوا في الجناب. هذا الصابلي ديال الدمعه، ها هو المرشم ديالو، هو هذا كيكون بحال هكا. هذه راه وريتكم، هذه اللي هذه هي الرشمه ديالو، هي هذه. انا غير قلت لكم بركت على شويه، تبغيت ندخل الصابلي ديال الفران وحاولت انني نضغط عليه شويه في الوسط باش تعطيني واحد الحفيره اللي غادي نقدر نعمرها. هذا يعني درت ليه هذا الطابع هذا حتى هو بحال الشكل ديال الصابلي، لصقته بنسلي كراميل وحاولت انني نبوشيه في الشوكولات وزيناه بخطوط ديال الشوكولا. هنايا نفس الشيء، راه يعني الاشكال الاخرى يعني يمكن تسيده بواحد العجين اللي هو بسيط، يمكن ليها تخرج بزاف ديال الحويجات ودير بلاطو حتى هي تفرح وليداتها يعني في المناسبات وفي الاعياد. نتمنى نكون لبيت الطلب ديال الاخوات اللي بغاو حلويات اقتصاديه واولاد وزات اقتصادي، يعني كتبقى شي حاجه اللي هي اقتصاديه. وقفت لكم يعني عجينه وحده يمكن نخرجونها بزاف ديال الاشكال وما فيهاش بزاف ديال المكونات. يمكن سيده دير غير نص المقادير، يعني دير غير 125 غرام ديال الزبده، وداك الياغورت كيعطيها واحد ولا الزبادي كيعطيها واحد النكهه رائعه، واحد كتجي رطبه رطبه بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد، وتكليكوا على داك الجرس اللي كيكون حدا زر الابوني باش الاخوات يتوصلوا بجديد الفيديوهات وبجديد الوصفات. وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو في مواقع الاجتماعيه الى حقكم قبل بحول الله.